من سيء إلى أسوأ، هكذا يبدو واقع الحال المعيشي للناس في رمضان. هنا في سوق الربوع بمديرية المقاطرة، أحد أسواق محافظة بحج، بعد 5 سنوات ونصف من انقلاب ميليشيات الحوثي على الدولة وتسببها بحرب 5 سنوات جففت الموارد الحيوية الشحيحة ودمرت البنى الأساسية الضعيفة للاقتصاد الوطني، كما أدت لاستفحال الأزمة الاقتصادية وتفاقم الوضع الإنساني المتدهور. بالنسبة للوضع المواطن في مديرية المقاطرة يعيش أوضاع سيئة للغاية نتيجة الأوضاع التي نعيش فيها داخل اليمن بشكل عام، يعني من الحروب والأزمات التي تفتعل داخل الوطن. والله من أسوأ إلى أسوأ، العام كان أحسن من السنة هذه، والناس طوابق طوابق، في ناس محتاجين ما يقدروش، في ناس مباسط متيسرين، هذا كل شيء على الباري، كانوا يعطون احنا الدقيق وهذا من المنظمة، ولكن الآن رجعي بياس، ضاع البياس ضاع الدقيق، ولا حصلنا لا من هذا ولا من هذا. التداعيات المصاحبة لجائحة كورونا فاقمت أيضا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية المتضررة أصلا من انخفاض قيمة العملة الوطنية، حيث تسببت بتوقيف حركة الاستيراد المشلولة مسبقا في بلد يعتمد بشكل رئيسي على استيراد السلع الأساسية من الخارج، بالإضافة إلى انقطاع الطرق أمام حركة نقل البضائع وتدفق السلع المتعثرة هي الأخرى بفعل الحرب. في ظل الوضع الحالي، انقطاع الرواتب، انقطاع الدعم المالي من المنظمات، قطع الطرقات من مرض كورونا، إيصال المواد الغذائية للمناطق المقاطرة وغيرها. يروي المواطنون تفاصيل معاناتهم مع ندرة الوظائف وانقطاع الرواتب وتأخرها، بالإضافة إلى غياب فرص العمل وتدني الأجور الناتج عن هشاشة الدولة وسوء إدارتها للصراعات والأزمات، كما يشتكون من عدم وصول المساعدات الإنسانية واستغلالها من قبل القائمين عليها واستغلال التجار في المغالاة بالأسعار سعيا وراء الربح السريع، في ظل غياب دور الحكومة في مراقبة وضبط أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية. سامح عبد الوهاب، قناة بلقيس، لا حشو.